السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا تربية الفراخ البيضة في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، لو ربنا سترها معاك يعني بتلم حق الدورة بالعافية. يعني الفراخ البيضة تكون انت مكلفها حوالي 80 جنيه، سعر العلف في الوقت الكيلو عامل 15 جنيه. تيجي تبيعها في البورصة تحسب تمنها تلاقي الفرخ كسبة كام؟ كسبة 2 جنيه أو 3 جنيه. شوف بقى هتدفع المياه منين، وهتدفع النور منين، وهتدفع أجرة العمال اللي شغالين معاك منين. فحاليا الفراخ الساسو تمن البيضة مرتين. يعني لو الفرخة البيضة الكيلو ب30، دي هتلاقيها حاجة و50. فقلت اما اتوكل على الله وراح اشتري لي 500 كتكوت ساسو انا ونصيبي فيهم. رحت على حظي في اليوم ده ما لقيتش فراخ ساسو خالص غير 30 كتكوت في المعمل كله. فين يا عم الفراخ الساسو اللي عندك؟ قال لي والله انا خلصت الكميه النهارده، انت ما اتصلتش بيا امبارح ليه؟ حجزتهم معايا، كنت عملت حسابك. فالمهم قلت عشان ما اروحش المشوار واجي على الفاضي، اشتريت من هناك كرتونة وخدت فيها 30 فرخ ورجعت بيهم. انا وصيته عايز 500 فرخ كويسين نضاف. الفرخ حاليا دلوقتي ب5 جنيه الساسو، فدفعت له 2500 جنيه، تمن 500 كتكوت. وان شاء الله يوم او يومين نروح نتوقع الله ناخدهم منه. ببتدي استقبلهم زي اي استقبال كتكوت عادي خالص. ببتدي ان انا اسلق بطين لمدة مثلا 3 دقايق بحيث الصفار من جوه يكون لسه مية ممسكش، وببتدي اهرسهم في العلف بحيث حبات العلف تنعم خالص والفرخ يبتدي يقبل عليها. يعني لما انا اكسر بيضه مسلوقه على العلف، العلف بينعم خالص، بيبقى بودره، بتبقى سهله للكتكوت اللي عمره يوم يطلع ان هو ياكل من العلف ده. وببتدي بحطه على ساقيه الميه، كيس محلول معالجه الجفاف من الصيدليه البشريه. انا والله ما كانش عندي محلول معالجه الجفاف، حط لهم معلقه سكر على الميه، عندك عسل نحل ابيض كويس برضه. ببتدي برضه احط في وسطهم لمبة 100 واط او 200 واط حسب ما الجو عندك عامل ازاي، هوا ولا حر ولا عامل ازاي. انا جبت لهم لمبة 100 واط وسقطتها في وسطهم بحيث برضه ان هي ايه تدفي جسمهم وما يبقوش مكومين فوق بعض. يعني حاليا الفراخ الساسو اكتر من الفراخ البيضة في السعر حوالي 1.5. يعني الفراخ البيضة دلوقتي حاليا ب30 جنيه في البورصة، الفراخ الساسو عاملة حاجة و50. بس الفراخ الساسو مشكلتها في التسويق. يعني انت قبل ما تنزل فراخ ساسو وتدبس نفسك فيهم، حاول تلف على محلات الفرارجية اللي جنب منك تتأكد ان هما بيشتروا الفراخ الساسو، لان الفراخ الساسو سعرها غالي مفيش اقبال عليها زي الفراخ البيضة. الفراخ البيضة رخيصة شوية فعليها إقبال أكتر من الساسو. ممكن أنت تنزل 100 كتكوت أو 200 كتكوت أو 300 كتكوت وتيجي تبص بعد 60 يوم يقول لك لا إحنا مش بنشتري الساسو، يبقى أنت دبست نفسك فيهم على الفاضي. يعني أنا سألت حوالين مني 10 محلات فرارجية قريبين مني، بين كل واحد مسافة برضه بتشتري عم الساسو. ال10 محلات كلهم مفيش غير 2 بس اللي بيشتروا الساسو وكمية بسيطة. يعني أقصى عدد هياخدوه مني ممكن 20 فرخة في اليوم، 20 فرخة ساسو في اليوم. يعني عشان ده 20 وده 20، 40 فرخ، وأنا منزل مثلا 200، هفضل حوالي 5 6 أيام أو أسبوع عشان أسوق للمحلات دي. يعني انا بتكلم على 200 فرخ، 200 بس
هفضل حوالي اسبوع لغاية ما ابيعهم. طب انت يا عم حاجز 500 مش 200، طب انا حاجز 500، انا سويت منهم 200، هم لسه حوالي مثلا 300 فرخ او 300 الا شوية. لو حصل لا قدر الله نافق ولا حاجة هتسوق فينا الكلام ده، انا هعرف اتسوق اسوقهم بيني وبين نفسي، لعمي لخالي لخالتي لعمتي للجيران جنب مني، فهعرف اسوق الكمية اللي انا جايبها كلها. ليه؟ الناس عارفين ان الفرخة دياتي متربية على اعشاب، مفيش دواء مفيش تحصينات مفيش الكلام ده، فبتكون فرخة نظيفة. يوم ما اعرف الناس دي يا جماعة انا الفراخ عندي خلاص، اللي محتاج حاجة اللي جاي ياخد 10 فرخات، اللي جاي ياخد 15، اللي ياخد 5، اللي ياخد 20 كده، فربنا هيسهل وهخلص من الكمية اللي عندي. فانت برضه لازم تتأكد من التسويق بتاعك عشان ما يبقاش هتجيب مثلا، هتجيب هتنزل 100 وتصرف عليهم مثلا المية، يصرف لهم حاليا حوالي 6000 جنيه خلال 60 يوم أو 70 يوم. فحرام تصرف المبلغ ده كله وتيجي تبص للفرارجية اللي حوالين منك يقول لك لا والله ده الفراخ أساسه غالية مفيش عليها إقبال، يبقى أنت ضيعت فلوسك على الفاضي. المزارع كلها بتنزل فراخ بيضة وفراخ بلدي، ما بتنزلش ساسو، فمفيش في السوق موجود فراخ ساسو، فسعرها في البورصة غالي. أما الفراخ البيضة موجودة بكمية كبيرة، فده اللي إيه اللي مرخص تمنها شوية. فعلى الله التسهيل بإذن الله، ملناش نصيب النهاردة إن إحنا ننزل الكتاكيت كلها، ما نزلتش غير العدد ده بس 30. فربنا يكرم كده ان شاء الله، وكمان يومين ولا حاجة اروح اجيب العدد كامل بإذن الله من المعمل.